هل تلاحظون أن عقولنا تشتغل طول الوقت تفكر في كل شيء؟ وفي معظم الأحيان تكون الأفكار سلبية، ما ندري من وين تينا هالأفكار المحبطة والمخيفة والمقلقة أحياناً، وأحياناً نتفاجأ أن جالسين نفكر في موضوعات معينة تخطر على بالنا رغم أن ما نحب أن احنا نفكر فيها، وأحياناً ما ندري شو كنا نفكر فيه من كثر الأفكار اللي جالسة تسرح وتمرح في عقولنا. يقول العالم النفسي شوان سميث أن العقول عنيدة ومتغطرسة، فهي دائمة الانشغال بأفكارها هي مش أفكارنا إحنا، ودون استئذان وفي أوقات غير مناسبة بالمرة. لكن العقل يا جماعة يمتلك قدرات إقناعية عجيبة، بس شو المشكلة؟ المشكلة لما يقنعنا بما هو سلبي ويخلينا نتخلى عن شجاعتنا وقدامنا ونترك مشاريعنا ونتراجع عن أحلامنا، ويمكن يخلينا نبتعد عن أحب الناس لنا. حتى لما نحاول أن احنا نتحكم في عقولنا وأن نسكتها علشان نقدر نواصل حياتنا ننجح في ذلك شوي، لكن شو اللي يصير؟ نعود ونذعن الأفكار السلبية ونستسلم لرغبتها الجامحة في السيطرة علينا. تعرفون شو هي المشكلة؟ المشكلة الحقيقية هي أن الإنسان يصدق كل ما يدور في رأسه، والعقل بطبيعته سلبي. ليش؟ لأن إحباطات الحياة وفشلنا في بعض المحاولات وانكسارنا كلها تتخزن فيه، فنعيش ضحية لسلبيته اللي تكبر وتتضخم مع مرور الوقت. ليش طيب؟ لأن احنا ما ننتبه لهذه النقطة. يعني لما عقلك يقول لك ما تقدر انك انت تاخذ ماجستير في الفيزياء مثلا، وانك انت ما راح تحصل شغل، انت حدك تكون موظف بسيط، شو اللي يصير؟ اللي يصير انك انت ما تقاوم هالفكرة فترضخ لها مباشرة. ليش؟ لأنها جاية من عقلك، فبالتالي لازم تكون صحيحة. بس يا ترى ليش عقلك سلبي؟ هل هو متعمد أن يقودك للفشل والإحباط والإنزواء والقلق والاكتئاب وغيره وكل المشاعر السلبية هذه؟ ليش يصر عقلك على أن يكون آلة قلق لا تكل ولا تمل، وكأنه يعني خلق للبحث عن المشكلات والعراقيل في هذه الحياة؟ يعني باختصار، ليش عقولنا ما تكون فاضية ومريحة؟ ليش الأفكار السلبية ما تتركنا ولو لثواني؟ عقلك هو حارسك الشخصي، مهمته أن يحميك مما يعتقد أن قد يلحق بك الأذى أو الضرر، ويفعل عقلك ما يفعله من منطلق السعي للأمان والنجاة. لذلك تراه يحرص على أنقاذك من أي مشكلة، سواء كانت حقيقية أو متخيلة. قد يكون لك صديق أو أخ مخلص لكن له أخطاء أو زلاته، فيقول لك عقلك ابتعد عنه، تذكر يوم فعل كذا وكذا، ويبادر دائما بإطلاق أحكامه السلبية، هذا مراوغ، هذا غشاش، هذا خائن. ليش؟ لأنه يريد إنقاذك منه كما يعتقد. طبعا هذا ما يعني أن العقل شيء مبزين، لكنك تحتاج للتعامل معاه بحذر وما تخليه يسيطر عليك، لأن العقل مثل ما قلنا غالبا ما يفرض عليك ما يريده هو من أفكار ومشاعر وذكريات وتقلبات مزاجية وضربات قلب متسارعة أو تعرق عند التوتر، كل ذلك علشان يبعدك عن المخاطر، لأن النجاة هي أهم شيء بالنسبة للعقل. لكن في المقابل العقل اخترع لنا السيارات، الطائرات، السينما، السوشي، الكاكاو وغيرها من الأشياء الجميلة والمهمة في حياة الناس. العقل مكان شديد الانشغال، لا يهدأ ولا يكل ولا يمل، والعقل أيضا يمدنا بالصور لكن بدون رؤية، وبالأصوات لكن بدون ما نسمع شيء خارجي، ويقتات العقل على المشكلات في الوقت اللي نتفاعل نحن فيه مع أشياء أخرى. يعني تكون أنت جالس تكتب بحث وهو يذكرك بالمرض اللي كنت تعاني منه، وقد يقول لك تراك بتموت من هالمرض. ليش؟ لأن يحب يضخم الأمور معتقدا أن ذلك في مصلحتك، وأن راح يخليك تتحرك وتسوي شيء علشان تنقذ حياتك. والعقل ما يسجل الأحداث كشريط تسجيل، بل يعيد بنائها بشكل انتقائي، يعني ينتقي التاريخ المشحون بأقوى الانفعالات ويخلينا نتصرف ضد الأصلح بالنسبة إلينا. فالمرأة مثلا اللي خاضت تجربة سيئة مع زوج سيء
عقلها اللي يبغى يحميها يقولها انك لازم ترفضين الارتباط باي رجل بعده. ليش؟ لانه يعيد لها الذكريات المؤلمة فينتقيها لها ويقنعها ان كل الرجال سيئين. يخبرنا الدكتور شوان سميث عن قصة صارت لما كان صغير. يقول كان حلم حياتي ان يكون عندي حيوان اليف، وفي يوم من الايام كنت مار في الحي فشفت كلب في حديقة جارنا، قلت خلاص هذا هو صديق العمر، فراح يركض ناحية الكلب. الكلب لما شاف هالطفل جاينا ولابس نظارات كبيرة وشكل شوي مخيف، الكلب خاف فوقف وقام يركض ناحية الطفل. شو اللي صار؟ لما شوان شاف الكلب جاي ناحيته وقف ورجع يركض مرة ثانية. تم الكلب يلحقه ويلحقه ليه ما وصل عنده وعضه في فخذه عضة مؤلمة تمت في عقله لعشرات السنين. وتم شوان كل ما يسمع نباح كلب أو يشوف كلب يرتعد ويخاف. ليش؟ لأن سمح لهذه الذكرى الأليمة أن تبقى في عقله سنين طويلة بدون ما يفكر أن يفضي عقله. أحياناً تشوف واحد من أصدقائك أو واحد من زملائك دايماً يعصب، دايماً تشوفه يطلع من طورة، أو مثلاً دايماً ينسحب في أي حوار. ليش؟ لأن هذا الشخص في عقله هالذكريات المؤلمة اللي تم معاه من يوم هو صغير. طيب حد يقول وش الحل في هالحالة؟ الحل أنك تروح وتشوف طبيب مختص، وفي الموسم هذا عندنا حلقة عن زيارة الطبيب النفسي. حد يقول يا أخي طيب أنا مجنون؟ الناس هذه اللي يزورون الأطباء وشوفهم كذا يعني مثل الجالسين كأنهم بينامون ويتكلمون مع الطبيب، هذه مش مجانين، هذه ناس يبون يغيرون حياتهم إلى الأفضل. اختر فكرة من الأفكار اللي تعطيك معاني سلبية، مثل أنا ما أفهم شيء في الدراسة، أنا فاشل في الرياضة. اكتبها في ورقة وحط الفكرة على مقياس من 1 إلى 10، بحيث 1 يعني أن الفكرة خاطئة و10 أنها حقيقية. وعلى مدار أسبوع طلع الورقة وأعد تقييمك للفكرة، وانتبه للتقييم بشكل واقعي، خاصة بعد ما تعايش الأحداث المرتبطة بهذه الفكرة. وراقب نفسك، هل أنت فعلا مثل ما كتبت ولا أحسن ولا أسوأ؟ بتلاحظ مع الأيام أنك بديت تميل للواقعية أكثر، وبديت تتخلص من سيطرة عقلك السلبية عليك. لكن أرجوكم لا تظنون أن العقل شيء سيء، بل على العكس تماما، هو أهم ما يملك الإنسان. لكن اللي نبغى نقوله في هذه الحلقة هو كيف نتعامل مع هذا العقل، وكيف أن احنا نستطيع أن نوجه العقل، لأن العقل في النهاية يصعب على الإنسان أنه هو يسيطر عليه أو يوقف تفكيره، لكن يقدر أن يحطه على المسار الصحيح. في فيلم Beautiful Mind يعاني عالم الرياضيات جون ناش من الهلاوس والأوهام، أو بدقة أكبر من ردة فعله تجاه التخيلات والأوهام اللي كانت تسبب له معاناة، لأنه يعتقد أنها حقيقية وأن لازم يتصرف بناء عليها. ولم يخرج من تلك الورطة إلا متى؟ لما تعلم أن يراقب عقله وأدراكه، فتوقف عن مقاومة التخيلات والهلاوس، وتوقف أيضا عن تصديقها وتقبلها كما هي وتعايش معها، ثم تركها تمر بسلام. جرب أنك أنت تسوي التالي: اجلس جلسة استرخائية، خذ أنفاس عميقة لين ما يبدأ جسمك وعقلك يسترخون، وبعدين غمض عيونك وتخيل أفكارك تمر أمامك وكأنها تمر على شاشة تلفزيون مثل الإعلانات اللي تمر دائما، فكرة ورا فكرة، وتخيل أفكارك تبتعد عنك وتروح، وانت مش مضطر أنك أنت تتجاوب معاها. قد يكون من الصعوبة أنك أنت تخرج الأفكار هذه من رأسك، لكن مع الممارسة والتدريب أكيد راح تقدر. طيب كيف نحط مسافة بيننا وبين الأفكار السلبية اللي تلح في داخل عقولنا؟ بسيطة، استخدم جملة تراودني فكرة. يعني إذا حسيت أنك أنت منزعج من شخص معين، قول لنفسك تراودني فكرة أن هذا الشخص مزعج. وإذا كنت تعتقد أن مشروعك راح يفشل، فقول في نفسك تراودني فكرة أن هذا المشروع راح يفشل. القصد من هذا التدريب هو أنك ترمي الفكرة خارج رأسك. طبعا الكلام لما يعني يتكرر يتعزز في داخلنا، لذلك انت راح تقول الجملة مرة واحدة فقط، وتأكد انك تستخدم جملة تراودني فكرة،
علشان تؤكد لعقلك بأن هذه مجرد فكرة وأنك غير مضطر لتصديق كل شيء يقوله عقلك. العقل نعمة كبيرة لازم الواحد يثق فيه، لكن في حالات المفروض أنك أنت ما تصدق فيها عقلك. متى؟ لما يعلق نجاحك وإنجازاتك بسبب مشكلات معينة. فالمشكلات العقلية زائفة في حياتك، بتسمع من العقل أشياء كثيرة، مثلا أنه يقول لك ما بينقص وزني لين مثلا تنتهي عندي الرغبة في تناول الحلويات، ما راح أبني بيتي لين أبويا يعطيني مبلغ يكفيني، ما بنجح في الاختبارات إلا إذا حصلت مدرس خصوصي، ما بكون بخير ولا بيروح عني المرض إلا لما مثلا أسافر وأتعالج في الخارج. كل هالأشياء مجرد أفكار مش واقع. بس متى تكون واقع؟ لما أنت تقرر أنك أنت ترضخ لها. يقول الدكتور شون: يتميز الإنسان بقدرته الرائعة على إزالة العقبات، ولأن جزء من وظيفة الأفكار والمشاعر هي خلق عقبات أمامنا، فإنه من الطبيعي أن نعتقد أننا يجب أن نزيلها قبل المضي قدما في حياتنا. طيب شو يعني الكلام هذا؟ يعني أن المشكلات اللي يفترضها عقلك ويربطها بنجاحك، مثل لازم تنتهي عندي الرغبة في تناول الحلويات وبعدين بقدر أنزل وزني، أو مثل لازم يكون عندي جيم في البيت علشان ألتزم بالتمارين اليومية وغيرها من العقبات، هي في الحقيقة ليست مشكلات فعلية، وإنما هي مجرد عوائق وضعها لك عقلك، فتخلص منها بالخطوات اللي ذكرناها قبل قليل، وتحرر من عبودية الأفكار السلبية، فهذه أجمل أنواع الحرية. مع السلامة. أنا المسافر والأحلام تحملني، القلب بوصلتي والعقل مصباحي، الأرض بيتي وكل الناس عائلتي، بالحب أوصل أرواحا بأرواحي. ما قل من كلماتي دل من عملي، وكل تجربة جسر لإنجاحي. آمنت باليسر بعد العسر في ثقة بمن يحول أحزاني لأفراحي. سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي. سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي.